مرحبا يا حلوين، انا نجلة. معودين تحضروا فيديوهات عم نطبق فيهم مكياج، بس اليوم رح يكون الفيديو بالعكس. رح نكون عم نشيل المكياج بس بطريقة كتير مبسطة، لانه بعرف انه بس يكون عندنا مناسبة او ظهرة مع الاصدقاء عاملين مكياج ومنرجع تعبانين، بنصير نفكر كيف بدنا نشيل هالمكياج وما قلنا جديد، وبالاخر مننام بالمكياج. سو هذا الشيء ممنوع. رح اعطيكم خطوات كتير سهلة اليوم تا اذا حاطين مكياج قوي فيكن تشيلوا بلا ما تتعبوا. بس قبل ما نبلش، ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وتزوروا موقع هي لتقروا آخر أخبار المشاهير، الجمال والفاشن، وأكيد تابعوا هي ماجزين على إنستغرام وتابعوني لألي. خلونا نبلش ونشيل هالمكياج. أولاً إنه نروح دغري نفتح المي ونغسل الوجه، ما رح نعمل هالشي لأنه أولاً حياخد وقت كتير معنا وحيبقى في مكياج على وجهنا، ولو حتى استعملنا مثلر ووتر حيبقى في ميك اب على وجهنا أو ميك اب ريموفر. أول خطوة بدنا نعملها وحسب نوع بشرتنا بدنا نتخلص من المكياج بميك اب ريموفر أو بيكون بالم، اوكي؟ يعني شي باتر، ممكن يكون مثلاً نجيب بالم مخصص لل ميك اب، فيكن تلاقوه بأي مكان عادة بتشتروا المكياج منه حسب نوع بشرتنا. إذا بشرتنا كتير دهنية ما بنستخدم البالم، فينا نستخدم ميلك بيزد، أوكي؟ يعني ميك اب ريموفر يكون ميلكي بيزد. فينا إذا بشرتنا كتير جافة وما بدنا بالم مثلا، نستخدم اويل بيزد ميك اب ريموفر. سو هيدا عنا أول خطوة لنشيل هالمكياج القوي اللي نحن حاطينه. سو أولا حاخد قطنة، كتير عم نشوف عن سوشيال ميديا إنه في صبايا بتحط هالبالم وبتبلش تفرك كل وجهها. أوكي فينا نعمل هالشي، بس قبل في عنا لبستك بدنا نشيله. سو نكون عم نشيل اللبستك اولا، واللبستك بما انه انا حطيته مات وقوي سو ما بينشال غير ببالم او اويل بيزد ميك اب. سو فوالا ندمج. هيك بنكون عم نحلل اللبستك، اكيد شكلنا حيكون هيك. فوالا شوفوا بهالطريقة تخلصنا من لبستك كتير صعب انه نشيله وما تلينا كل وجهنا، ها اهم شغلة. اوكي، واذا لقينا انه بدنا بعد بنرجع بنحط شوي زيادة وبنتركه ينتقع شوي. فوالا، وهي اول خطوه اللبس، لانه اكثر شيء ممكن يجولكم وشكم. هلا صبايا اللي بيبقى هون اوكي بيروح بالغسيل وبده سكراب. هلا بنوصل للعيون والوجه كمان، لانه حاطه بيز قويه حكون عم حط على الوجه بهالشكل. شفتوا كيف دغري بيتحلل المكياج؟ هيك بصير اسهلكم لما تغسلوا وشكم وتشيلوا. فوالا، صدقوني اذا شيء بتعملوه لبشرتكم انكم تناموا بالمكياج. فوالا، اما العيون رح كون عم حط نقطه بنقطه، كمان مكتره ماسكارا انا منيح. فوالا، تدمجوا بهالشكل، ما تجلمغوا وشكم، يعني مطرح العين بس ما بيأثر. فوالا، بهالطريقة بتحللوا الماسكارا كمان، لأنه بعرف إنه في كتير صبايا كتير بيعصبها بس بدها تشيل الماسكارا، بهالطريقة بتكونوا عم تحللوا. فوالا، بنضل عم ندمج تيتحللوا مزبوط، وهلأ إجا وقت القطن. هيدا كله بدنا نعمله قبل ما نستخدم شو؟ غسول الوجه. فوالا فوالا، شفتوا قد ايه سهل؟ وما تشدوا على عينكم اكيد، شوي شوي. عن جد الخبريه كلها بتاخذ معكم 10 دقائق، والقطنه اكيد فيكم تبرموها بس مش بنفس الجهه
على كل الوجه، عرفتوا؟ يعني خلص بس لقوا بدها غيار غيروه. هلا الوجه اكيد صبايا الخطوه انه تستعملوا بولم او زيت، انه تستعملوا زيت او ميك اب ريموفر اويل بيزد، فيكم تتخطوها. اذا مش حاطين ووتر بروف ميك اب فيكم تستخدموا ميسلر ووتر، بس انا لاني حاطه ووتر بروف ميك اب كثير اختصر لي عذاب صراحه. فوالا، وهلا رح فوت وغسل وجهي. هلا صار وقت الغسول، هلا صار وقت غسل الوجه من بعد ما نتخلص من المكياج. مش نحن والمكياج على وجهنا، صدقوني ما بينضف وشكم. هلا بدنا نغسل وجهنا اكيد بالغسول المناسب لنوع بشرتكم، وشوفوا شو رح نعمل من بعد كمان. اوكي انا حطيت تقريبا 3 to 4 pumps بهالشكل. اهم شيء تحت الشفاه حد الانف. فوالا، وما كتير بنضلنا عم نفرك الوجه لانه هالشي بيؤدي لنشاف البشره وبيشيلها كل زيوتها، فمنه شيء كتير منيح، بالعكس. فوالا، اذا لاحظتوا ما قربت على العيون تك تخلصت مزبوط من الوجه، وهلا منشيل. وهلا بدي ارجع بعد مره اغسل وجهي بكميه اقل من الكلانزر لانه ما نضف مزبوط، يعني انتم بس نشفوا وشكم بتعرفوا اذا نضف او لا. سو نرجع نحط 1-2 بس مره ثانيه، وهالمره كل الوجه مع العيون. هلا شوفوا قد ايه حينزل بعد من العيون، صدقوني كلهم 10 دقائق هول، بس انا عم فسركم بالتفاصيل واكيد حسب المكياج اللي حاطينه. انا حطيت لكم مكياج كان كتير قوي. من بعد ما غسلنا وجهنا بغسول الوجه السكن نطفت كتير، اذا بتلاحظوا العيون بعد فيهم شوي لانه كان ووتر بروف. سو هون بيجي دور المسلر ووتر، بناخد قطنه وهلا شوفوا انه بعد بيطلع عن جد، تتعرفوا قديه الوجه بده اهتمام. هعمل قبل على الوجه لنشوف اذا بيطلع بعد شيء. فوالا، اكيد لازم كمان تركزوا على الهير لاين، حنبرمها. ركزوا كثير منيح على الهير لاين. فوالا، شوي صغيره طلع، شفتوا من بعد كل الستبس اللي عملناهم. سو عن جد ما تناموا with your makeup on. هلا منضل نعمل مرتين تقريبا تا ينضف الوجه على الاخر. قطنة جديدة للعيون بدي اياكم تعملوه انكم تحطوا القطنة تنقعوا العين شوي فيها، ترجعوا تنزلوا بهالشكل بس شوي شوي. اوكي فوالا، شفتوا هيك شو طلع. بنرجع بنقلبها بهالشكل، تحطوا اصبعكم تينضف تينضف خط الرمش اللي تحت، شفتوا فوالا. ونفس الخطوات منعيدهم. واخر خطوه واسهلهم 2 pumps of moisturizer 1-2-3-4 منطبق المرطب ومننام. يعني ما فيكم تقولوا لي نجلة نمنا بالمكياج، لانه هول الخطوات اللي قلت لكم عنهم اللي هن اولا نستخدم مزيل للمكياج، بعدين نغسل وجهنا، بعدين نستخدم مسلر ووتر. هن ثلاث خطوات ما بدهم شيء معنا، بدهم 10 دقائق، وبالاخر نحط مرطب يعني تنحمي بشرتنا. وصراحه منعت الهم انه المكياج حتمتصوا بشرتنا ويصير عم بفوت شوي شوي بالطبقه السفلى تبع البشره، ويصير عم يعملنا كلف وعم يعملنا دارك سبوتس وعم يعملنا هالات سوداء وعم بيطلع لنا بثور. اوكي سو هيدا هو الروتين اللي كتير سهل، اذا كنا تعبانين او لا فينا نكون عم نطبقه. ومثل ما قلت لكم اذا مكياجكم خفيف دغري استخدموا مسلر ووتر بدل مزيل المكياج الزيت، اذا ما بدكم تستخدموا زيت على وشكم. فوالا،
ما عندكم حجة بقى. هيك بيكون خلص فيديو اليوم. Yes to healthy skin. اكتبوا لي بخانة التعليقات إذا رح تناموا بالمكياج بعد أو لا، وشو بدكم أفكار زيادة إلها علاقة بالبشرة بالسكين كير. فيني أنا جاوبكم على كل الأسئلة أكيد based on heavy research وكل هالتفاصيل. ناطرة تعليقاتكم، وما تنسوا كمان تشتركوا بالقناة، تفعلوا زر الجرس، وتتابعوا هي ماجازين على انستغرام، عم ينزل قصص كتير حلوة هونيك، وتتابعوني لألي أنا active كمان on Instagram. باي، بشوفكم next week.